مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء معتدلة ودافئة، وتصل درجات الحرارة حاليا في معظم المناطق البرية ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية، رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكن أيضا متوقع نشاطها على فترات خلال هذا اليوم. نهارا قد تصل ما بين 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ومساء قد تصل ما بين 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة. راح تتسبب بارتفاع في الأمواج خلال هذا اليوم، قد يصل ما بين 2 إلى 6 أقدام. أجواء غير مناسبة لممارسة أي نشاط بحري، لذلك نتمنى منكم تأجيل الأنشطة البحرية اليوم مباشر لعدة أيام بفعل استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية. أيضا حاليا أجواء رطبة، وتصل نسب الرطوبة في معظم المناطق الساحلية إلى أكثر من 60%، وهذه الأجواء الرطبة أيضا مستمرة معنا خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تصل ما بين 80 إلى 90%، والأجواء أيضا الغائمة مستمرة وفرص الأمطار مستمرة اليوم مباشر حتى نهاية نهار يوم الاثنين. أما بالنسبة لأجواءنا الحالية في مدينة الكويت، أجواء غائمة جزئيا، وتصل درجة الحرارة حاليا في مدينة الكويت إلى 26 درجة مئوية، رطوبة النسبية 48%، الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر، رياح حاليا جنوبية شرقية سرعتها 9 كيلومتر في الساعة. حاليا أعزائي المشاهدين، دولة الكويت بدأ يدخل عليها منخفض جوي قادم من جهة الغرب محمول بكتلة هوائية رطبة، أدت إلى هذا التكاثر في السحب المنخفضة وكذلك المتوسطة اللي متوقع أنها راح تستمر معنا اليوم مباشر وحتى نهار يوم الاثنين، ومصحوبة أيضا بفرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق، والهواء الكوس أيضا راح يستمر معنا اليوم مباشر وحتى يوم الاثنين. أما بالنسبة لأجواءنا المتوقعة في منتصف هذه الليلة، أجواء راح تكون مائلة للبرودة، وقد تصل درجات الحرارة ما بين 18 إلى 24 درجة مئوية في معظم المناطق البرية، رياح جنوبية شرقية راح تكون نشطة على فترات، وقد تصل سرعة رياح ما بين 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة، واستمرار في الأجواء الغائمة إلى الغائمة جزئيا، واستمرار أيضا في فرص الأمطار المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق، وراح تستمر معنا ذات الأجواء حتى صباح يوم الغد. الهواء الكوس مستمر نشط على فترات، صباح يوم الغد قد يكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية وداخل البحر. أما بالنسبة للأجواء الغائمة راح تكون مسيطرة على معظم المناطق البرية وكذلك داخل البحر، وأيضا فرص الأمطار مستمرة خفيفة ومتفرقة وقد تكون رعدية على بعض المناطق. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في صباح يوم الغد، راح تتراوح ما بين 15 إلى 19 درجة مئوية في معظم المناطق البرية وكذلك داخل البحر. منتصف يوم الغد أجواء راح تكون معتدلة إلى دافية، قد تصل درجات الحرارة ما بين 27 إلى 29 درجة مئوية، الهواء الكوس راح يستمر معنا على معظم المناطق، راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة وقد ينشط على فترات 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وأيضا فرص الأمطار واردة ومستمرة معنا خلال نهار يوم الغد وأيضا خلال مساء يوم الغد، مع استمرار الهواء الكوس اللي أيضا راح يكون نشط على فترات قد يصل في مساء يوم الغد ما بين 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة راح تتفاوت ما بين 18 إلى 24 درجة مئوية. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا خاصة مع هبات الهواء، راح يصل بشكل عام في يوم الغد ما بين 2 إلى 6 أقدام، والتيارات المائية لا زالت في فترات الحمل. أما بالنسبة للمواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 4:54 دقيقة، شروق الشمس 6:16 دقيقة، وموعد أذان المغرب الساعة 4:51 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء راح تكون غائمة إلى غائمة جزئيا في يوم الغد، مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق، ونشاط للرياح الجنوبية الشرقية على فترات، قد تصل سرعة هبات الهواء في نهار يوم الغد ما بين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، ومساء ما بين 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة. أجواء معتدلة إلى دافئة خلال فترة النهار، العظمى المتوقعة 28، أما الصغرى المتوقعة 16 درجة مئوية. الهواء الجنوبي الشرقي راح يستمر معنا حتى نهاية نهار يوم الاثنين 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، من بعدها راح نلاحظ تحول تدريجي في اتجاه رياح إلى رياح شمالية غربية، راح تستمر أيضا نشطة على فترات 12 إلى 40 كيلومتر في الساعة، واستمرار أيضا في الأجواء الغائمة جزئيا على معظم المناطق، وأيضا فرص الأمطار راح تكون مستمرة معنا خلال نهار يوم الاثنين، العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.
مثل ما ذكرنا مع نهاية نهار يوم الاثنين راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح شمالية غربية، وراح تكون ملحوظة أكثر في يوم الثلاثاء وراح تستمر في يوم الأربعاء وكذلك في يوم الخميس، خفيفة إلى معتدلة سرعة بشكل عام. يوم الثلاثاء 8 إلى 40 والأربعاء 12 إلى 45، أما في يوم الخميس ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. أجواء راح تكون مشمسة بشكل عام مع عبور لبعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق، العظمى قد تصل ما بين 25 إلى 26، أما الصغرى المتوقعة راح تصل ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، مع التمنيات لكم بالسلامة خلال هذه الأجواء. نترككم الآن مع درجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم.